What is the methods of management of multiple injuries؟ الحكاية بقى دي بتخضع يا جماعة ل ATLS بروتوكول. ايه هو ال ATLS بروتوكول؟ ده اختصار Advanced Trauma and Life Support Protocol. This is called ATLS بروتوكول، او تفتكرها دايما بكلمة اطلس. اللي احنا بنعمله بقى اول لما بنشوف العيان ده هو بتاع المالتيبل انجريز، بيتعمل له حاجتين: برايمري سيرفي اند ريسسيتيشن، وفي المستشفى هيتعمل له سكندري سيرفي. ايه هو البرايمري سيرفي والريسسيتيشن؟ على بلاطه دي الاسعافات الاوليه، ودايما تفتكر كلمة A B C D E. A is airway, B breathing, C circulation, D disability, E exposure and environment. This primary survey and resuscitation should start in the site of the accident. Once the accident occurs, primary survey and resuscitation should be started by well-trained ambulance team and continue until the patient reach the emergency room, the ER. First of all, أول أولوية ليا في العيان بتاع الحوادث ده هو الـ Airway with Cervical Control. إيش معنى؟ خدنا قبل كده هو يا جماعة أسباب الدس، وكنا اتفقنا أن أسباب الدس immediately أول ما الواحد بيحصل له حادثة إيه؟ Airway Obstruction أو Injury of the upper part of the spinal cord. عشان كده هو بقى مصاحبا مع بعض in concomitant، لازم تحافظ لي على البيتنت اير واي، وفي نفس الوقت هاند ان هاند بتاعه تعمل لي كنترول اوف موفمنت اوف سيرفايكال سباين. الاثنين بيتعملوا هاند ان هاند، يعني في الامبولانس تيم، التيم ده هو اللي جاي بتاع عربيه الاسعاف، واحد هيبقى متعهد الاير واي، واحد في نفس الوقت بيشتغل على السيرفايكال سباين كنترول. First of all الايرواي. الايرواي عايزين نعمل له رابيد اسيسمنت، هو ده مسدود ولا مش مسدود. فاول حاجه تعملها تقول له العيان اسمك ايه. لو لقيته بقول لك انا محمد حسن مصطفى وهدان، لا ده واحد بيرد طبيعي احسن منك، فده اكيد الريسبيراتور باسج عنده مفتوح. فما دام العيان قادر يتكلم طبيعي ومن غير اي سترين، ده معناه ان الاير واي مفتوح اكيد. لكن لو لقيته محمد حسن، لا ده كده هو اللي بيتكلم بصعوبه، ده اكيد بيتكلم اجينست اير واي اوبستراكشن. العيانين دول طبعا في جميع الاحوال لازم ياخدوا اكسجين باي ماسك، بالسيمبل ماسك دون او بالماسك والايربا دهيا اللي بيدوس عليها المسعف عشان يضخ الاكسجين في الماسك للريسبيراتور باسج بتاع العيان. الريسبيراتور باسج دون بقى احنا اتفقنا فيه اتنين هيتعهدوا بقى الحكايه دي، واحد متعهد الريسبيراتور باسج وواحد متعهد مين؟ السيرفايكال كنترول. خلينا بقى في المتعهد الريسبيراتور باسج. المتعهد الريسبيراتوري باسج ده يقول لك ايه بقى؟ انا عايز كلير بيتنت اير واي. فالكلير بيتنت اير واي ده بقى افكر هو ممكن يتسد بايه. اشهر حاجه بتسد الاير واي فولينج باك اوف ذا تانك، او سيكريشنز السلايفا، البلد، الفوميتس، او اي فورين بادي. ممكن في الخبطات اللي انت بتخبطها دي في وشك السنان بتاعك تتكسر،
فالسنان المكسره دي هي اللي ممكن تسد لك الريسبيراتوري باسج. خدوا بالكم يا جماعه، اشهر مكان للاوبستراكشن اوف ذا ريسبيراتوري باسج الانلت اوف ذا لارينكس، دي حته ضيقه جدا اسمها ريماجلوتس، حته ضيقه جدا جدا سنه تسدها لك. او ممكن اللي يسد لك الريسبيراتوري باسج الدنتشر، طقم السنان، يكون واحد عجوز ومركب طقم سنان هو ده اللي يسد لك الاير واي. العيان ده هو بقى نبص الاول حاجه اللي هي السكريشنز بلاد والفوميتاس والسلايفا والكلام ده. هو اول حاجه تفكر طبعا هتلبس جوانتي استرايل جلافز وتروح داخل على طول في بق العيان، في بق العيان وتشيل اي حاجه موجوده جوه، ده اسمه فينجر سويب بقى. فبمسح كده هو سويبنج بالفينجر اي حاجه غريبه جوه. وطبعا عربيه الاسعاف بيكون فيها سكر شفاط، فبروح مدخل الخرطوم جوه بق العيان او جوه الفارنكس و اشفط كل البلاد والصلايفا والسكريشن والحاجات دي. طيب حكايه بقى لسان العيان اللي بيقع لورا ده، ايه حكايه العيان لسان العيان اللي بيقع لورا ده؟ ده النورمال، واحد اهو نايم زي وزيك النورمال، واحنا نايمين الهواء ممكن يخش يا من الاورال كافيتي يا من النوز على الفارنكس، والسكه مفتوحه على اللارنكس ساعات تراكيه وتكمل على اللنج. في الحوادث بقى بالذات يا جماعه وبالذات في الناس الانكونشس، التانج ده هو بوزنه بيروح واقع لورا، والتانج اللي ورا دون يبقى جه فين؟ اوبوزيت ذا بوستيرو وول اوف ذا فارنكس، وكده تسد الاورال والنيزل باسج اوف ذا اير واي، الاثنين خلاص الهواء داخل ويتسد نوعا عند التانج مش عارف يوصل لللارنكس. تنقذ العيان ده بقى ازاي؟ بحته عينتهم كده صغيره، شايفين المصل دي اللي عامله زي المروحه؟ المصل دي اللي عامله زي المروحه دي طالعه من الجينيال تيوبركل على الانر اسبكت دقنك، على الانر اسبكت بتاع دقنك اللي هو التشين، في جينيال تيوبركل طالع منه المصل دي اللي عامله زي المروحه اللي داخله في التانك. وحسيبك ضميرك بقى فاكر اسمها ولا لا؟ طالعه من الجينيال تيوبركل وداخله في التانك، يبقى اسمها ايه؟ جينيو جلوسس مصل. الجينيو جلوسس مصل دي انا هستغلها بقى يا جماعه، هستغلها في ايه؟ ايه رايك لو نروح عاملين كده اهو، بوان هاند هروح عامل هيد تلت اعمل لها هايبر اكستنشن، وبايديا الثانيه اليمين هتروح ماسكه الدقن بتاع العيان ده اللي هو التشين واروح رافعه لفوق، رافعه ابورد. فبالمنظر ده انا كده هشد الجينيال تيوبريكل والجينيو جلوسس ابورد، ابعدها عن مين؟ على البوستيرولو ذا فارنكس، وتلاقي في ساعتها الاير واي اتفتح. بس دي انا الصراحه بخاف منها، انا ما اقدرش اعملها دي في حادثه، لان اول حاجه كانت ايه؟ هيد تلت. طب انا ايش ضمني بقى ان السيرفايكال سباين ما فيهاش انستابل فراكشر، وفي الهيد تلت دي ممكن اعمل له انجري اوف زابر بارت اوف سباينال كورد. عشان كمان انا افضل دي بقى. ايه دي بقى؟ المسعف بايديه الاثنين، بايديه الاثنين هيروح ماسك الماندبل اهو، ده الماندبل والريمس بتاعه، ويروح زائق الريمس اوف ذا ماندبل دي لقدام، او في الوضع طبعا بتاع العيان ده هو الابورد. دي بيتقال عليها جو ثراست، جو ثراست، الجو كله زقيته لقدام. فما زقيت الجو كله لقدام، زقيت التشين بتاعك لقدام، زقيت الجينيو جلوسس، زقيت التانج، السكه هتتفتح على طول. فده البيتنت اير واي، السكريشنز بتتجاب بصابعك على طول، والبلاد او بريجت سكر وراها على طول. وعشان تمنع فولينج باك اوف ذا تانج، تشين ليفت ارفعه كده لفوق، او احسن الجو ثراست امن. طب بعد ما ضمننا كلير بيتنت اير واي بقى، بروتكشن اوف ذا اير واي، عايز احافظ عليه ان هو مفتوح لان ممكن يتسد في اي لحظه، شويه سلايفا يتجمعوا في الثانيتين الثلاثه الجايين ويسدوه لك تاني.
شويه بلاد بيخروا في الاورو فارنكس يسدوه لك تاني. فانا عايز بقى احافظ على الاير واي اللي انا نظفته ده وانا اخليه نظيف. احافظ عليه ازاي؟ احافظ عليه ازاي؟ ابسط حاجه واسرع حاجه موجوده في عربيه الاسعاف ان انا راح ادخل انبوبه على الفارنكس. ادخلها على الفارنكس منين؟ يا من النوز فيتقال عليها نيزو فارنجيال تيوب، او ادخل الانبوبه دي من الاورال كافيتي فيتقال عليها اورو فارنجيال تيوب. ايه الفايده بتاعت الاورو فارنجيال عن النيزو فارنجيال؟ بيتهيألي واضحه قوي في الحجم. الاورال كافيتي واسع واقدر ادخل لك فيه انبوبه واسعه، بينما النوز طبعا ضيقه ومش هقدر ادخل لك فيها غير انبوبه ضيقه. انا بفضل الاورو فارنجيال. ليه؟ الانبوبه اوسع ودايس على الطنج. كون انها دايس على الطنج في الفلور اوف ذا ماوس يبقى منع ان هو يقع لورا ويعمل اوبستراكشن للايروي. الانبوبه دي لوحدها عامله اوبستراكشن للايروي. طب انت عايز تحسب اوبستراكشن للايروي عشان الانهيليشن اوف بلاد وسلايفا فوميتس. وطبعا الانبوبه دي بقى الواسعه انت هتوصلها المفروض بقى بالاكسجين، والاكسجين هيبقى داخل على طول من بره الجسم على طول على اللارينكس. ويبقى انا كده هو انا عملت بيتنت اير واي ومتحافظ عليه بالنيزوفارينجيال او الاوروفارينجيال تيوب. العيان ده هو لو انا هحط له بقى الانبوبه دي لمده كبيره بالذات في الناس الانكونشس، لا ده انا بقى لازم احطها له فين؟ الانبوبه دي ماشي دخلها من النوز او من الاورال كافيتي، بس تكون واصله لتحت خالص، تكون واصله للتراكيا، فيتقال عليها تراكيال انتيوبيشن او بيتقال عليها اندو تراكيال تيوب. برضو الاندو تراكيال تيوب دي عندي انبوبه انا هدخلها من الخارج على اللور بارت اوف ذا تراكيا، يا اما من الاورال كافيتي يبقى اسمها اورو تراكيال تيوب، او هركبها لك من النوز فيتقال عليها نيزو تراكيال تيوب. ايه الانديكيشن بتاع التراكيال تيوب ده؟ هي بيني وبينك في كل عينين بتوع الحوادث الصراحه، لو احنا فرنطناهم بقى، اي واحد عنده ريسبيراتوري بروبلم، ابنيا، النفس وقف، وهضطر بقى اجيب له ميكانيكال فنتليتور، ميكانيكال فنتليتور، ومحتاجين ميكانيكال فنتليتور لازم هيتركب على الاندو تراكيال تيوب عشان على طول ادخل الهواء على التراكي. او لو في ماكزيلو فيشيال تروما او كلوز هيد انجري. طبعا ماكزيلو فيشيال تروما يبقى الدم داخل على الاوروفارنكس وهيسد السكه، فلازم اكون مدخل هواء مباشره في اللور بارت اوف ذا تراكي. الكلوز هيد انجري بقى ده فايدته ان انا هركب العين على ميكانيكال فنتليتور وعلى سرعه عاليه، عشان عايز الناس ده هو الميكانيكال فنتليتور ده ينفس العيان بسرعه قوي. ليه؟ عشان اقلل الكربون دايوكسيد بريشر في الدم، وما يقل الكربون دايوكسيد بريشر في الدم ده يقلل الانتراكرينيال بريشر. طبعا طبعا اكيد العيانين دول بنركب لهم الاندوتراكيال تيوب في كل الناس اللي عندهم انكونشسنس. فلو انت هتركب ميكانيكال فنتليتور او انكونشسنس، وده بيني وبينك تقريبا في كل العيانين، فعشان كده هو بتتركب الاندوتراكيال تيوب او تراكيال تيوب ديان اورو تراكيال اور نيزو تراكيال تيوب. نيجي بعد كده هو لطريقه ثانيه برضو تو باي باس الاوبستراكشن. لو انت عندك اوبستراكشن في الابر اير واي في الابر ريسبيراتوري باسج، لو انت عندك اوبستراكشن في الابر ريسبيراتوري باسج في الاورال كافيتي في الفارينكس في اللارينكس، احسن حاجه بقى نعمل باي باسنج للاوبستراكشن بكريكو سيرويدوتومي. اوتومي يعني انسيجن في كريكو سيرويد ممبرين، فتبقى كريكو سيرويدوتومي. فين ان شاء الله كريكو سيرويد ممبرين ده؟
اعمل زي ما بنعمل في العمليات، في الامرجنسي وفي الطوارئ بنروح محسين على طول على السيرويد كارتليج اللي هي تفاحة آدم دي، واروح نازل تحتيها نازل تحتيها نازل تحتيها هلاقي الكريكوت كارتليج دي، وما بينهم بقى حط ايديك في النص هتلاقي ده الممبرين اللي في الميدل لاين ده اللي اسمه الكريكوسايرويد ممبرين. الكريكوسايرويد ممبرين ده هو هدخل لك منه الهواء عشان ابقى ادخل لك الهواء مباشره تحت الاوبستراكشن اللي فوق. الاوبستراكشن اللي فوق بقى اللي في الابر بارت اوف ذا لارينكس او في الفارينكس او ما الى ذلك. الكريكوسايرودوتوم دي بقى تتعمل ازاي؟ ممكن سيرجيكال بمشرط اروح اعمل لك انسيجن في السكن وفي الكريكوسايرود ممبرين واروح اعمل لك انسيرشن للتيوب جوه التراكيه، فتبقى دي اسمها سيرجيكال كريكوسايرويدوتوم. بيني وبينك مش كل الناس جراحين، ولو في مكان في مطعم مثلا او حاجه زي كده هون مفيش الالات الجراحيه ولا هعرف اعمل انسيجن ولا حاجه. فلو انت جراح موجود في حاجه زي كده هون في مطعم واحد حته لحمه اتحشرت في الابر بارت اوف ذا لانكس وعايز تتصرف، قول لهم بسرعه هاتولي نيدل كبيره وايد بور نيدل، وتروح عامل لها انسيرشن اهو ما بين السيرويد كارتليج وما بين الكريكويد كارتليج في النص في الممبرين اللي اسمه كريكوسايرويد ممبرين، ويبقى دي اسمها نيدل كريكوسايرويدوتومي. البيركوتينيوس نيدل سايرويدوتومي دي اللي هي تلحقك بقى بسرعه في الاماكن العامه، لكن بقى طبعا لو احنا بنعملها في عربيه الاسعاف او في المستشفى اكيد هنعمل السيرجيكال كريكوسايرويدوتومي. الحكايه دي خد بالك كونترا انديكيتد في الاطفال اقل من 12 سنه. ليه؟ لان الكريكوسايرويد ممبرين ده بيكون لسه صغير قوي في الاطفال، ولو حاولت تخش فيه غالبا هتعمل انجري يا اما للكريكوت كارترج اللي تحت يا اما للسايرويد كارترج اللي فوق، فكونترا انديكيتد في الاطفال. او انا كنت بقول لك الكريكوسايرويدوتوم دي انا بعملها عشان نفسك من تحت الاوبستراكشن. افرض الاوبستراكشن اوريدي تحت رابشر تراكية، لو انت مشخص رابشر تراكية الكريكوسايرودوتوم عمرها ما هتتعمل، لان هدخلك الهواء من فوق الاوبستراكشن وهيخش الهواء هيقابل الاوبستراكشن ولا بقى انا عملت حاجه خالص. فطبعا لو في تراكيال انجري ما تتعملش الحكايه دي خالص. خد بالك الكريكوسايرودوتوم ده هي دي تيمبوري عشان نفسك مؤقتا على ما يبقى في واحد افيلابل يقدر يدخل لك الاندوتراكيال تيوب. فالاندوتراكيال تيوب هي الديفينيتيف تريتمنت للاير واي اوبستراكشن الصراحه في الناس اللي عيانين دول. فلو انا عملت كريكوسايرودوتومي ده كده ايمرجنسي على ما حد بس يلحقنا، وطبعا الحريفه قوي بتوع الحاجات دي بتوع التخدير او الامبيولانس تيم او التروما تيم اللي في المستشفى، دول حريفه قوي في الحاجات دي ويقدروا يعملوها بمنتهى السهوله. عشان نحافظ على الاير واي يا جماعه ونتخيل احنا بنعمل ايه بالظبط، عايزك تبقى تتفرج على شويه الفيديوهات الجميله دي قوي اللي على اليوتيوب. بمناسبه البرواز ده هتروح نسمعنا يا دكتور كمان عن حاجه اسمها تراكيستومي، اعمل فتحه في التراكيه. بتفتح فتحه في التراكيه على فكره از الكتيف بروسيجر بعد 10 ايام من الحادثه. هو الحل اثناء الحادثه والاول 10 ايام الاندوتراكيال تيوب، بس انا ما اقدرش احط لك اندوتراكيال تيوب اكتر من 10 ايام لانها بتعمل لارنجيتس وفايبروزس في اللارينكس ولارنجيال ستينوز. لو لقينا ان العيان ده محتاج ان هو ننفسه بطريقه صناعيه وميكانيكال فنتليتور وحاجات زي كده هون، بعد 10 ايام هضطر بقى فعلا افتح لك فتحه في التراكيه واركب لك الخراطيم في التراكيه وراكب عليها بقى الميكانيكال فنتليتور اللي هو بتاع جهاز التنفس الصناعي. اللي احنا عملناه ده كله يا جماعه ده كان شغله مين؟ الراجل اللي في الامبولانس تيم اللي هو متعهد الريسبيريشن. بسرعه بقى كده هون بيبقى في عندنا واحد تاني في الامبولانس تيم، او لما بنشوف العيان يخش عليه على طول يروح ماسك رقبته، يروح ماسك الهيدند نيك ده هو مانوال فيكسيشن اوف ذا هيدند نيك،
والمانيمال فيكسيشن اور ايموبيلايزيشن ده وان اوف ذا هيد اند سيرفايكال سباين في ساعتها. على ما يجيبوا لي بقى ايه؟ على ما يجيبوا لي الاخ ده عشان اركبه للعيان اللي هو ريجيد كولر. ريجيد كولر عشان العيان ما يقدرش يحرك النك بتاعته خالص. وعشان اضمن العيان ده وان مثلا في هبد عربيه الاسعاف او حركه عربيه الاسعاف ما يتهزش مني، الحق احط له كمان على اليمين والشمال تو باجز وسادتين كده هون، يعملوا سبورت للهيد اند نيك، يمنعوا خالص اي حركه. واكتر واكتر بقى بروح جايب ادهيزف تاب. ادهيزف تاب زي كده هو يعني بالبلدي ممكن زي بلاستر مثلا اللي هو اللزق ده، تروح حاطه اكروز ذا فور هيد عشان تلزق الفور هيد دي في الباكس والسرير اللي نايم عليه العيان، عشان الهيد ده هنا بقى انا مسكتها ماسكه ملهاش اي حركه. طبعا بقى اول لما بنوصل المستشفى، اول لما بنوصل المستشفى ايمرجنسي على طول 3 فيو للسيرفايكال فيرتبري، واحد انتروبوسيرور، واحد لاترال، واحد اودونتويد، يعني اكس راي من خلال الاوبن ماوس عشان اقيم سي 1 وسي 2 اللي هي الاطلس والاكسس اتكسر ولا لا. وطبعا دول اخطر حاجه في الدنيا. بيني وبينكم الحكايه مش محتاجه اكس راي، انا ممكن في مكان الحسن نتوقع ان في انستابل انجري اوف ذا سباينال اوف ذا سيرفايكال سباين. ازاي؟ ايه رايكم العيان ده وانا يا جماعه لو لقيت كلينيكال كده وانا بكشف عليه عنده ديفورميتي، وانا بحسس كده هون على السيرفايكال ريجون لقيت فيه ديفورميتي، والعيان لو هو واعي قال اه تندرنس في السيرفايكال ريجون. طبعا بيني وبينك نوع التروما تخليك تتوقع. لو مثلا انت مثلا الناس اللي واقفه تقول لهم الراجل ده اتخبط ازاي، يقول لك ده جت حاجه راحت خبطه في الهيد. لا، ما خبطه للهيد يبقى كمان السيرفايكال سباين افكتد، او خبطه فوق الكلافيكل النيك بتاعته اتخبطت خبطه فظيعه، او الماكسيلو فيشيال خبطه في الفيس. لا، ما خبطه في الفيس، خبطه في الهيد، خبطه في النيك، خبطه فوق الكلافيكل. لا، ده انت اكيد السيرفايكال سباين نابحه من الخبطه جانب ومن الحب جانب، فتتوقع الانجري على طول. ويبقى كده هون دي اول خطوه في البرايمري سيرفي اند ريسيتيشن اللي هي الاسعافات الاوليه اللي هي ان كونكوميتنت، كونكوميتنت يعني مصاحبين لبعض في نفس الوقت، الاير واي والريسبيريشن بتاع العيان دون حافظ على الاير واي مفتوح وسليم ونظفه، وفي نفس الوقت السيرفايكال سباين اثبتها تماما لحد ما نوصل المستشفى. نكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. Thank you for good listening and good luck.